إنها غادرة كوريا الجنوبية. هكذا وصفت شقيقة زعيم كوريا الشمالية مشاركة الجارة الجنوبية في مناورات عسكرية مع الولايات المتحدة. كيم يو أون، وهي شخصية ذات نفوذ كبير في البلاد، حذرت واشنطن وسيول من أنهما ستواجهان تهديدات أمنية أكبر نتيجة للمناورات. على الولايات المتحدة أن تنسحب من شبه الجزيرة، فهي سبب التوتر وفقا لبيان صادر عن كيم يو. كوريا الشمالية ستعزز ما سمتها قدراتها الدفاعية وقوة الردع في مواجهة واشنطن، يضيف البيان. مزيد من الصواريخ الباليستية التي تثير الغضب في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، ربما يكون هذا معنى قوة الردع في تفسير شمالي شبه الجزيرة. حكومة جنوب شبه الجزيرة ردت، هي مستعدة لجميع الاحتمالات. وزارة الوحدة قالت إنها لن تتنبأ بما تنويه بيونغ يانغ، وأن السلطة ستراقب تصرفات الجارة الشمالية. العلاقة بين الجارتين في شبه الجزيرة الكورية خلال الشهر الماضي شهدت بعض التحسن. أعيد الاتصال بينهما بعد عام من الانقطاع، وتبادل رئيس البلدين الرسائل، غير أن المناورات تهدد ما تحسن، خصوصا أنها تأتي بعد قرار سابق بتقليص إجرائها سنويا لئلا تستفز كوريا الشمالية الرافضة وجود قوات أمريكية في الجنوب تصل أعدادها إلى أكثر من 28,000 جندي.